أيها الرفيقات، ضيوفنا الأكاد، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله في ناحية المنصورة والتي جمعت هذه الوجوه الطيبة لعقد المؤتمر الأول لحزب سوريا المستقبل في ناحية المنصورة. أزمة التي تعصف بالعالم ليست كسابقتها من الأزمات الدولية نتيجة سيطرتها على رأس المال والشركات الكبرى التابعة للقوى العالمية. الأولية كانت بمثابة بصيص أمل. يسبنا في المؤسسات التنظيمية وفي جميع المؤسسات نرى أننا نعاني الكثير من الأمراض الإدارية مثل مرض السلطة وحروب بالوكالة بين أقطاب الصراع وصناع الأزمة السورية، وعلى رأسهم الدولة التركية متمثلة بحزب العدالة والتنمية ورئيسه الفاشي الدكتاتوري أردوغان. وها هم الأبناء سوريا في كل مكان يدفعون ثمن ارتهانهم للمحتل التركي الذي يملي عليهم الأوامر، متمسكين بأصالتنا، مفتخرين بحداثتنا، مؤكدين على أننا لن نستسلم بل سننتصر وستنتصر أخوة الشعوب. أحمد الخلاف، أحمد الخلاف، على المحمود أو على الحمود، أحمد الخلاف، ياسر الخلاف. المنصورة الرفيقة طيبة الهويدي. لسواعد الشبيبة نبني المستقبل، أيضا بقية تهنئة من شبيبة المنصورة، يهنون ويباركون للأعضاء المؤتمرين والمجتمعين في المنصورة بعقد مؤتمرهم الأول في ناحية المنصورة.